مساء الخير لكل مشاهدي برنامج صرخة، ومساء المسيح ليكم. النهارده 4 اوف جولاي، 4 يوليو 2024، عيد بالنسبه لنا مهم جدا في امريكا، عيد استقلال امريكا عن بريطانيا العظمى زي ما بيسموها في 4 يوليو 1776. كل سنه وكل العالم اولا بخير، وكل سنه والشعب الامريكي بخير باستقلاله، وكل سنه وحضراتكم دايما متجمعين. وهابي بيرثداي فور امريكا، 4 اوف جولاي. كل سنه وانتم بخير، ويا رب تكونوا في اتم صحه وسعاده. ف بجد بجد يعني بتمنى لكم كل خير وصحه وسعاده، صحه قبل اي شيء. بمناسبه 4 اوف جولاي، اللي الناس في كتير في اوقات كتير بيكتبوا لي على ان شايفه عملوا ايه في الهنود الحمر، وانتوا يا مسيحيين قتلتوا وذبحتوا. بحزن قوي لما الاقي حد بيخلط ما بين الاحتلال السياسي، الاحتلال السياسي والاحتلال الديني. ان انتوا مش قادرين تفرقوا ما بين القتل باسم السياسة والدول والحروب السياسية ومش عارف ايه، والقتل باسم الدين. القتل باسم الدين ده بيبقى بأمر إلهي. القتل في السياسة بيبقى ناحية سياسية، نزعة سياسية، عايز يحتل البلد دي، عايز يسيطر عليها فيقتل ويدبح. يعني ما تقولوليش مثلا واحد زي خالد بن الوليد اللي قتل ألوف ألوف في الشام والعراق، وده يبقى زي ما بتسموه بطل همام وأحد المبشرين بالجنة ومش عارف ايه. فساعة ما اكتشفوا أمريكا ووجدوا فيها الهنود الحمر وقتلوا فيها، كانوا عشان يحتلوها، كانوا عشان يسيطروا عليها. ما كانش عندهم امر الهي انهم يقتلوا الهنود الحمر عشان يسيطروا على امريكا ويحتلوها. يا ريت كل اللي يكتب حاجه يفرق ما بين، يعني برضو كتير قوي، ويمكن قلت قبل كده ان الناس كتير قوي تكتب لي شوفي ما انتوا يا مسيحيين قتلتوا في الحرب العالميه الاولى والثانيه وذبحتوا ومش عارف ايه. طب ايه الفرق بين الحرب العالميه الاولى او الثانيه في القتل والذبح؟ وهم كانوا برضو مجموعتين، وكان فيها تركيا المسلمة، ملهاش علاقة بالمسيحية، كان ليها علاقة بحروب سياسية. فياريت، مش عايزة أدخل في الموضوع ده كتير، فرقوا وانتوا بتكتبوا وانتوا بتتكلموا عن الحروب الدينية والقتل والذبح باسم الدين، والحروب السياسية والقتل والذبح باسم السياسة والاحتلال. ده فرق كبير جدا جدا ما بين الاتنين، لكن للأسف للأسف في ناس ما بتعرفش تفرق ما بين الاثنين.